السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. طريقة تنزيل فيديوهات من الفيسبوك على هواتف iOS سواء كانت آيفون آيباد وكذلك آيبود بدون جيل بريك طريقة سهلة للغاية. فعلى سبيل المثال أنا الآن أتصفح في الابليكيشن الخاص بالفيسبوك أو تطبيق الفيسبوك وعجبني هذا الفيديو وأردت تنزيله وحفظه في هاتفي، فبطريقة سهلة أضغط على زر شير هنا وبعد ذلك أضغط على كوبي لينك ليتم نسخ رابط هذا الفيديو. الآن ستنتقل إلى أي برنامج خاص لتنزيل الفيديوهات من الإنترنت سواء كان بانوراما فيديو سواء كان فيديو داونلودر يوتيوب داونلودر أي فيديو يعني أو أي برنامج تستطيع من خلاله تنزيل فيديوهات من خلال الفيسبوك أو من خلال الإنترنت. فقط اكتب كلمة فيديو داونلودر في الأب ستور وتجد الكثير من البرامج. فعلى على سبيل المثال الآن سأستخدم برنامج بانوراما فيديو، أقوم بالدخول إليه هكذا وبعد ذلك أقوم بلصق الرابط الخاص بالفيديو هكذا وأضغط على جو. أنتظر قليلا حتى يتم فتح الصفحة. كما ترى مشاهدي الكريم الآن أضغط على زر تشغيل حتى يتم تشغيل الفيديو وتنتظر قليلا. كما ترى مشاهدي الكريم الآن عند تشغيل الفيديو تنبثق لك نافذة التحميل ليتم تحميل الفيديو، تضغط عليها هكذا. الآن تستطيع إغلاق الفيديو، لا توجد أي مشكلة، وتنتقل إلى التنزيلات. يتم الآن تنزيل الفيديو، تنتظر عليه قليلا بعد ذلك ستجده في الملفات، تم حفظه هنا كما ترى أمامك. إذا أردت نسخه وحفظه في ألبوم الكاميرا تضغط عليه هكذا وتختار حفظ. الآن تم حفظه في الصور بنجاح. شكرا على حسن متابعتكم، رجاء إن إذا عجبتك هذه الحلقة لا تبخل علي بالنقر على زر لايك وسبسكرايب، لا تنسى كذلك الاشتراك في صفحتنا على أو قناتنا على اليوتيوب والإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك. نلتقي في حلقة قادمة، إلى اللقاء.